عارفين ان خلاص التميمة بتاعت كأس افريقيا كانت بتمثل اله الموتى عند الفراعنة، فاستبعدت خلاص من كأس الامم الافريقية، سحبتها الجهات المنظمة لكأس الامم الافريقية، اسمه تمثال اتوبيس او اتوبيس اتوبيس، يعني الفراعنة بقى ليهم نطق مختلف اكيد، يعني طبعا انا مش دارس اللغة، او انوبيس انوبيس انوبيس، ايه اتوبيس ده؟ صحيح انوبيس، أنوبيس ده كان إله الموتى عند الفراعنة، مش عارف بقى يعني مين اللي خد الفكرة أو مين اللي اكتشف الموضوع، المهم إن احنا استبعدنا التميمة الحمد لله. إله الموتى يعني صعب جدا في بطولة أفريقيا يا جماعة، ربنا يبعد عننا أي شر، طلع البطولة دي على خير. أنوبيس أنوبيس أوكي. وكان اختيار أنوبيس أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب ما يشير إليه الإله الفرعوني ان هو اله الموتى زي ما قلت لحضراتكم. وقال وزير الشباب والرياضه، بقول لكم نص الخبر، اشرف صبحي، ان اختيار الشركه المنظمه لتمثال انوبيس لعرضه في افتتاح البطوله لم يكن مقصودا لعدم علم الشركه بانه اله الموتى عند المصريين القدماء. واوضح صبحي انه بعد تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لصور يظهر فيها انوبيس في استاد القاهره، تواصلت الوزاره مع وزير الاثار خالد العناني للتاكد من المعلومات التاريخيه بشانه، وعرفوا خلاص ان هو اله الموتى واستبعدوه على كده. الحمد لله ان احنا عرفنا بدري يا جماعه.